السلام عليكم. اليوم نتكلموا على الميناء نتاع وهران والاشغال يعني اللي راهي تاع التسفيت نتاع الطريق، حيث انه بعد ما تكلمنا في فيديو هذه مدة اسبوع ولا اسبوعين على اشغال نتاع الجسر العملاق، الان فيها اشغال اخرى لتعمل في عملية تزفيت الطريق السيار نتاع هذا تاع المنفذ تاع وهران. ونشوف الصورة هنايا اللي التقطت هذه مدة البارح. إذا نترككم مع نهاية الفيديو، والسلام عليكم.